اهلا. صديق الصيف اللي ما نستغني عنه المكيف، لكن صديقنا المكيف له مواصفات واساليب استخدام يستاهلها، ودك تحافظ عليه ويدوم معك وقت اطول وتوفر تكاليف الاستهلاك. العلم سلامتك. في البداية وقبل تشتري المكيف، عينك على بطاقة كفاءة الطاقة، واشتري مكيف بأعلى مستوى للكفاءة لأنه هو اللي راح يفيد باستهلاك أقل للكهرباء. ولازم تكون سعة تبريد المكيف متلائمة مع مساحة المكان، فلا تأخذ مكيف بسعة أقل من مساحة المكان والعكس. واضبطه على درجة حرارة 24 لأنها أفضل درجة للتبريد المريح للمكيف، وتحافظ على استهلاك الطاقة. ونصيحة، احرص على تنظيف الفلتر مرة كل أسبوعين، وخاصة في الصيف، والنوافذ والأبواب سكرها لا هنت علشان تحافظ على البرودة، والصيانة الدورية ضرورية حتى لو مرة في السنة. ومعلومة، كل المكيفات علشان تتحقق من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة عليها، امسح الباركود الخاص فيها عبر تطبيق تأكد. في أمان الله وسلامتك.